أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فيشفعوا لنا أن نرد فنعمل غير الذي كنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب رب العالمين صدق الله العظيم আপনারা দেখছেন এটিআর টেলিভিশন সত্য প্রবর্তনে ঐক্য